صباح الهنا وصباح الجمال وصباح السعادة وصباح التفاؤل وصباح حسن الظن بالله وصباح كل حاجة حلوة انتوا سببها في دنيتي. عايزة اقدم شكر صغير قد كده، او مش شكر صغير بس هو شكر كبير قوي من جوه 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 قلبي لكل متابعينا وكل متابعيني وكل حبايبي وكل اخواتي. وعايزة اقول لكم على حاجة، ان كل واحد مننا، يعني هقولها لكم بمعنى تاني، محدش مننا بيموت ناقص عمر، بس في ناس كتير قوي بتموت ناقصه سعاده، بتموت ناقصه سند، بتموت ناقصه ان هي تلاقي حد يقف معاها في كل وقت، بتموت ناقصه جبر خاطر. فما يعني اكتر حاجه ممكن نعملها ان احنا نعوض الناس دي عن الحاجه اللي هم بيموتوا وهم ما لقوهاش في حياته. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا هطلب منكم النهارده طلب صغير، ان انا مش عايزاكم الدنيا تلهيكم وتنسوا اللي حواليكم، تنسوا الناس اللي بتحبكم، وتنسوا ان انتوا تسندوا، تنسوا ان انتوا تكونوا سبب في سعاده الناس، وتنسوا ان انتوا تكونوا سبب في جبر خاطر حد، تنسوا ان انتوا تكونوا واقفين مع حد وهو محتاجكم. اوعوا تنسوا حاجه زي كده، علشان دي ما بتتنسيش، دي ما بتتنسيش. حتى الواحد لما بيموت هي دي الحاجة الوحيدة اللي بتفضل. عمر جبر الخاطر ما بيتنسي، عمر الطبطبة ما بتتنسي. اللي انتوا عملتوه معايا من امبارح للنهاردة، انا كل ما بشوف كومنت بشكر ربنا عليه. عارفة ومتأكدة ان دي طبطبة ربنا عليا. عارفة ومتأكدة ان ربنا بيحبني قوي 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 قوي، ان هو يكرمني بناس زيكم. انا امبارح شفت كميه كومنتات وكميه رسائل وكميه دعاوي، سواء على صفحه البرنامج او على صفحه القناه او على الفيديو لما نزل على اليوتيوب او على صفحتي الشخصيه او على الواتساب بتاع الصفحه نفسها، كميه رسائل. قسما بالله انا لو قعدت عمري كله احوش في حب ناس، عمره ما هيبقى بالشكل ده كده. فربنا يديمكم دايما نعمه في حياتي، وربنا يديمكم طبطبه عليا في كل وقت، وربنا يديمكم دايما قوتي، وربنا يديمكم سندي، وربنا يديمكم كل حاجه حلوه في حياتي. فانا بشكركم جدا 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 جدا، لو قعدت اشكركم من هنا لسنين قدام مش هوفيكم حقكم. بجد انتوا طبطبه من ربنا، ربنا يجعل لكم دايما في كل خطوة خير، ربنا يرزقكم دايما الخير، ربنا يجعل الحب دايما في أعماركم والبركة في أعماركم ويرزقكم السعادة لقلبكم ويريح بالكم يا رب. ما كانش ينفع أنا أبدأ الحلقة بتاعت النهاردة من غير ما أشكركم ومن غير ما أقول لكم يعني ده جزء بسيط قوي من اللي جوايا لكل الناس اللي جبرت بخاطري امبارح، وكل الناس اللي بعتت لي، وكل الناس اللي دعت لي. ربنا يا رب يديكم أضعاف 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 مما دعيتولي ومما اتمنيتولي امبارح. ما تحرمش منكم أبدا يا رب، يومكم كله خير وسعادة. يلا بقى كده انا واحنا مبسوطين كده وفرحانين وبتطبيق ربنا عليا، نيجي بقى النهارده نكمل اسبوع المصنعات. معايا النهارده حمدي، وان شاء الله تكون حلقه حلوه بيه وبكل الشباب اللي معانا. صباح الفل يا محمود، صباح الفل يا احمد، صباح الفل يا محمد. ازيك يا رانيا؟ عامله ايه؟ ازيك يا شماء؟ صباح الخير. يومنا كله حلو ان شاء الله باذن الله، وربنا يرزقكم الخير والسعاده. هنعمل ايه النهارده؟ هنكمل حلقه المصنعات او اسبوع المصنعات. النهارده عندنا الصوصات الحادقه، صوصات بنجيبها من بره غاليه بس هنعملها في البيت. موسم الرمان موجود، هنعمل دبس رمان، هنعمل الباربيكيو صوص على قدينا بطريقه حلوه جدا وسهله وبسيطه وتطلع معاكم بمنتهى الجمال. هنعمله بطريقه، وهقول لكم على طريقه ثانيه سهله للناس المستعجله اللي ما بتحبش تقف في المطبخ. هنعمل ان شاء الله كمان صوص المايونيز بدون بيض، هنعمله بطريقه سهله جدا وبسيطه. عندك بطاطسايه قومي اسلقيها دلوقتي وحضري كوبايه حليب عشان هنعمل المايونيز من غير بيض، وزي بتاع المحلات السوري بالظبط. هنعمل ايه كمان النهارده؟ صلصه البيتزا، صوص البيتزا هنعمله، وعلى السريع كده هقول لكم ازاي نعمل عجينه البيتزا بطريقه سهله وبسيطه وازاي تنجح معاكي بطريقه في منتهى الجمال. الحلقه بتاعتنا النهارده كلها صوصات محتاجينها في البيت وما ينفعش ان احنا نستغنى عنها. طيب هنبدا بايه يا حمدي؟ هنبدا بالصوصات. طبعا احنا عاملين الصوصات بتاعتنا نسخ، لان هي بتقعد وقت كبير على النار. يعني صوص زي صوص الباربيكيو دلوقتي اللي احنا عاملينه ده، تعالى كده يا حمدي معايا، انا عايزه اشيله عشان افتحه، اسيبه مكانه ازاي؟ بسم الله. بصوا كده،
المعلقه ما تكونش مبلوله علشان ما تبوظش الصوص، عشان كده انا مسكت كذا معلقه لقيتهم مبلولين عشان كده سبتهم، وفي الاخر رحت ماسكه معلقه من الشفاهه. بسم الله الرحمن الرحيم. طب اعمل لك ايه؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا كده، بص يا حمدي، احنا علشان نوصل للصوص ده كده بالتطعيمه اللي احنا عايزينها بتاعت الباربيكيو، قعد مده كبيره جدا على النار، قعد مده كبيره على النار عشان يدي ريحه اصلا الشوي. اللهم بارك. اللي عايزه اقول لكم الريحه بتاعته تحفه تحفه تحفه. حاجة كده في منتهى الجمال وريحته كده ظاهر معاك. علشان يطلع بالنتيجة دي قعد مدة كبيرة على النار، فطبعا انا مش هقعدكم المدة دي كلها معايا في الحلقة لحد ما يخلص، عشان كده اتعمدت ان انا لازم اعمل منه نسخة. بيتقدم بقى جنب مشاوي بطاطس محمرة كده وتغمزيها بيه، حاجة تحفة. عايز تستخدميه اصلا في وصفة زي ما عملنا الدبابيس وعملنا الاجنحة ونزلناهم في صوص الباربيكيو، بدأ ان هم يتلسوها عشان يبقوا زي المطاعم بالظبط، زي ما حضرتك عايزة حاجة كده ما شاء الله، اللهم بارك عليها. طيب مقادير الباربيكيو صوص هتنزل معانا على الشاشة، مستأذنك يا حمدي تنزلها لنا، وهنبدأ ان احنا نشتغل بيها بطريقة سهلة وبسيطة جدا. يلا نبدا بسم الله ونبدا حلقتنا ونصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، في انتظار طبعا مكالماتكم اللي بتسعدني دايما على الارقام اللي بتظهر معانا على الشاشه، من اي رقم ارضي على 0900 900، ومن اي موبايل على 2600، في انتظار مكالماتكم دايما يا رب. الباربيكيو صوص معايا ايه؟ نص كيلو طماطم مشويه قطعتها بالشكل ده ورشيت عليها رشه زيت وحطيتها في الفرن، معايا راس توم مشويه بالشكل ده برضو كده حطيتها في ورقه فويل ورحت رشه عليها رشه من الزيت بقت بالشكل ده، طريت معايا خالص. بصوا اسمها اتنين علشان لما اعمل كده، بص يا حمدي اما اعمل كده، بص كده شايفين، يطلع معايا بكل سهولة. ادي النص التاني بتاع الراس التوم اهو، شايفين يطلع معايا بكل سهولة كده، علشان ده اللي هيديني التطعيمة اللي انا عايزاها للباربيكيو صوص. طيب شوينا التوم وشوينا الطماطم، معايا ايه كمان في المقادير بتاعتنا؟ معايا عسل ابيض، وده هيفضل معايا للاخر خالص للاخر خالص. معايا شوية خل وزيت وبابريكا مدخنة علشان تديني تطعيمة حلوة، وملح وفلفل اسود، ملح وفلفل اسود. تاني طماطم مشوية، معانا توم مشوي، وسلام بقى لو ممكن تجيبي فلفلاية اللي هي الفلفل الالوان الاحمر وتشوي واحدة كمان معاها تديكي تطعيمة حلوة قوي. عسل ابيض وخل وزيت وبابريكا مدخنة وملح وفلفل اسود. طيب كل المكونات دي هتتحط في الخلاط، كل المكونات ديت هتتحط في الخلاط ما عدا العسل الابيض، يبقى احنا هنشيل العسل الابيض كده. شكرا على الخلاط يا شباب عشان نسيت اقول لكم عليه. ادي الطماطم وادي الخل وادي الزيت، الزيت ده هنحطه على النار كده علشان عايزاه يسخن قوي يسخن قوي، وارجع بعد كده اروح جايبه الخلاط بتاعنا. بسم الله، واروح حاطه فيه كل المكونات بتاعتنا اللي هي ايه. ادي الطماطم المشويه، وقلت لكم لو في فلفلايه احمر كده اللي هي الالوان ديت ممكن احنا نشويها ونقشرها ونحطها. ادي الطماطم وادي الخل وادي البابريكا المدخنه، نعم، وادي الملح، ركزوا في اللي انا بعمله، وادي فلفل اسود. عندي فاضل ايه تاني؟ فاضل التوم المشوي، مش عايزه اسيب فتفوته علشان ده هتبقى تطعيمته
ما شاء الله. انتوا لو تعرفوا فايده التوم المشوي ده، ان انتوا اصلا تقوموا الصبح على الريق تاخدوا فصين منه، يا الله على المناعه اللي بتبقى مليانه موجوده في الجسم، مفيش اي حاجه تدخل الجسم وتاذيه بالشكل ده كده. بابايا الله يرحمه كان يمسك التوم ده ني وهو سليم كده، يقوم على الريق الصبح يروح واخد ايه مقشر فصين توم ويروح واخدهم على الريق يبلعهم كده زي الكبسول بتاع البرشام، يعني الله يرحمه ويحسن اليه ويدخله الجنه يا رب. كان بيتكلم عن فوائد التوم، يقول لك ما مش محتاج علاج، انا مش محتاج علاج، ما فيش اي مرض يدخل جسمي طول ما التوم موجود في الجسم، ما فيش اي مرض يدخل الجسم خالص. كان بيبقى حابب في اغلبيه الاكل ان يكون داخلها توم، ويا سلام بقى لو توم مشوي، لازم المهم ان يكون التوم موجود. يلا بينا يلا بينا نضرب الطماطم ونضرب التوم مع البابريكا المدخنه علشان تديني تطعيمه حلوه قوي، مع الملح والفلفل الاسود، كل ده هيتضرب في الخلاط، واكون محضره شويه الزيت حطاهم في الطاسه ويكونوا سخنين، واكون محضره كمان المصفى السلك طيب المصفى السلك. بصي يا حمدي احنا ليه هنستخدم مصفى سلك؟ هنستخدم مصفى سلك عشان انا عندي هنا طماطم مشويه، فالقشر بتاعها ممكن يبقى موجود في الباربيكي وانا مش عايزه حاجه زي كده. التوم لو في حته، التوم لو في حته مثلا ما اتلسوعت او في حته ناشفه مش هتتضرب ان هي في الخلاط كويس، مش هتنزل، مش عايزاها تبقى مكتله، فلازم اضرب الخليط ده ناعم جدا واروح مصفياه بمصفى سلك على الزيت اللي احنا هنعمله. صباح الفل، مين معانا؟ صباح الفل يا غادة. صباح النور. صباح النور. ازيك يا ست الكل، عاملة ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، انت تستحقي كل خير. الله يسعد لي قلبك يا رب، ما نحرمش منك ابدا. ربنا يديك الصحة ويحبب فيكي خلقه يا رب. يا رب اللهم امين يا حبيبتي. ويسمعنا عنك كل خير يا حبيبتي. يا رب يا رب يا حبيبتي تسلمي، الله يسعد لي قلبك. يا رب ويكفيكي شر اللي يأذيكي ويصلح لك حالك يا رب. يا رب اللهم امين يا حبيبتي، اللهم امين. يا رب وتسلم ايديك على الحاجات الحلوة اللي انت بتعملها لنا. سلم عمرك وسلم قلبك من كل شر. ربنا يحفظك بين ايديك يا رب. يا حبيبتي يا رب. حبيبتي تعيش وتصبح بقى على احفادي جنى وادم ما شاء الله وجودي ما شاء الله، اللهم بارك اللهم بارك، ربنا يخليك ويوسف وسلمى. الله هو اكبر الله هو اكبر، ربنا يحفظهم لك من كل شر وتشوفيهم احسن الناس يا رب اللهم امين. نورتيني يا حبيبتي باتصالك. نضرب ده كويس قوي علشان يبقى ناعم وبعد كده نبدا نصفيه. بسم الله. نعم يا حمد. نعم. انت بتستغل نقطة ان انا مشغلة الخلاط ومش سامعاك. عايزه اقول لكم ريحه الثوم مع الخل مع الطماطم المشويه الريحه تحفه تحفه تحفه. نبدا ان احنا نشيل كده واروح جايه هنا والزيت سخن واروح عامله كده. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين بعمل ايه؟ اصفي كل ده كده واسيبه بقى على النار. طب العسل الابيض اللي انا اللي انت قلتي هتحطيه ده وهتحطيه امتى؟ لا ده مش دلوقتي خالص، وهوريكم امتى هحط العسل الابيض او امتى المرحله بتاعته.
ارفع على النار، انا كنت شايله من على النار علشان كان الزيت سخن قوي، اروح رافعاه تاني على النار. وعايزه هنا اجيب سنه ميه بسيطه مش كتير علشان ما ياخدش معايا وقت على النار في ان هو يستوي. بصوا كده، شايفين التصافي اللي انا صفيتها دي كلها؟ لازم 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 نعمل كده علشان كل ده انا مش عايزاه يكون موجود في الباربيكيو. بذر الطماطم، القشر بتاعها كده اهو، كل ده انا مش محتاجاه ان هو يكون موجود في الباربيكيو. ونصبح على المشرف، نقول لها صباح الهنا. صباح الفل يا حبيبتي، صباح العسل على عيني. صباح الفل، احلى نونه في الدنيا حبيبتي. الله يسعد لي قلبك يا رب، تسلميني. انت زعلاني عليكي من امبارح. ما نحرمش منك يا رب، ما تزعليش على غيري عشانك. يا حبيبتي الله يسعد لي قلبك يا رب، ما نحرمش والله منك. والله اوعي تزعلي. ازعل ازاي وانتم موجودين معايا؟ طيب يا حبيبتي صحتك بالدنيا. حبيبتي الله يسعد لي قلبك يا رب، ربنا يخليكي ويبارك فيك وفي عيالك يا رب. الله يبارك لي في عمرك يا رب، ما نحرمش منك ابدا. ربنا يخليك، ربنا يخليك يا حبيبتي. الله يسعد لي قلبك يا ست الكل، نورتيني. بصوا كده، هل كده بقى باربيكيو؟ لا ده لسه 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 لسه. هنبدا ان احنا نسيبه على النار ونهدي النار خالص واسيبه شويه حلوين كده. اه ما انا لسه هدور اهو على غطا. طبعا مفيش غطا على قدها، فاروح عامله كده واسيبه. انا هديت النار عليه خالص واسيبه. تهدي النار اهم خطوه، حته ان انت تهدي النار دي وتسيبيه. اعرف منين ان هو وصل للتسويه الصح اللي انا عايزاها؟ بخطوه سهله وبسيطه جدا، هوريها لكم لما نوصل للمرحله عشان تبقوا شايفين هي هتتعمل ازاي. بعد ما بنوصل للمرحله دي بكون محضره العسل الابيض علشان انزل بيه ويبدا يدخل من مرحله ان هي صلصه طماطم عاديه معموله بالثوم وبالطماطم المشويه والتوابل، تتحول بعد ما يتحط عليها العسل الابيض من صلصه طماطم يتحول للباربيكيو زي ما احنا عاملينه بالشكل ده كده واللون ده. طيب سؤال مهم بيطرح نفسه يا نونا، هو انا ينفع بدل العسل الابيض ده احط عسل اسود؟ اه ينفع. طيب نونا انا مش عايزه اخد الوقت ده كله ولا اشوي طماطم ولا اشوي توم ولا الكلام ده كله خالص، عايزه دلوقتي هعمل وصفه ومحتاجه فيها باربيكيو لكن ما عنديش، عندي حبه كاتشب. عينيا الاثنين، هاتي الكاتشب اللي عندك، هتحطي عليه حبه عسل اسود او تكرملي له سكر. عسل اسود او تكرملي له سكر اللي موجود عندك. اغلبيه البيوت ممكن ما يبقاش عندها العسل الاسود متاح دايما، لكن عندك حبه السكر، هنحط حبه السكر على النار يبداوا ان هم يتكرملوا، اروح طشاهم بحبه الكاتشب اللي موجودين عندك، يبداوا ان هم يغلوا 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 يغلوا، اتبلهم ببابريكا مدخنه عشان تديني ريحه التدخين. عايزه بقى تحطي ملح فلفل اسود واللي انت عايزاه، ملح وفلفل اسود بس مع البابريكا المدخنه، ما ينفعش ولا احط له كاري ولا احط له بهارات ولا الكلام ده كله خالص. ده اللي هو الباربيكيو السريع، كاتشب وسكر مكرمل يا اما عسل اسود والتوابل بتاعتك. بقى عندك صوص باربيكيو بالريحه المدخنه من البابريكا وهتعمليه في ساعتها. لكن لو عندك وقت ممكن بقى نعمل الباربيكيو زي ما احنا ما عملناه كده ونحطه في برطمان ونحطه في الثلاجه لوقت الاستخدام بتاعه، تستخدميه في وصفه، تستخدميه كغموس مع البطاطس او الفراخ اللي انت عايزاه كله. دي كانت وصفه الباربيكيو باسهل طريقه ولسه مكملين معانا. لا ثانيه واحده، اه عشان نحطه على النار ونطلع على طول. هنبدا في ايه دلوقتي يا حمدي؟ هنبدا الحمد لله، هنبدا في دبس الرمان. بصوا كده معايا، بسم الله الرحمن الرحيم، ايه الجمال اللي انا شايفاه ده؟ تاني ما نحطش معلقه مبلوله، ما نحطش معلقه مستخدمينها في حاجه، ما نحطش معلقه اكون مثلا بتبل حاجه وعايزه افتح البطرمان بتاع دبس الرمان عشان اخد منه، اروح واخده المعلقه اللي انا بستخدمها اروح احطها في البطرمان واقول يا نهار ابيض ده انا نسيت. مفيش الكلام ده، يبقى انت كده بوظتيه وهيترمي وهيحمض معاكي. عندي لتر عصير رمان فريش، هتعملي ايه يا ست الكل؟ هتجيبي الرمان هتبداي تفصصيه بطريقتك العاديه خالص، هتبداي تستفيه بشويه ميه وتصفيه وتحطيه في الخلاط، حبه ميه صغيرين قد كده مش عايزين نكتر، وتبداي حضرتك تضربيه في الخلاط وبعد كده تصفيه عشان البذر بتاعه. بعد ما بنصفيه بيطلع بالشكل ده اهو، شايفه المنظر بتاعه عامل ازاي؟ ده عصير رمان متفصص على الايد ومضروب في الخلاط.
طيب اعمل ايه بقى دلوقتي؟ مقاديره على الشاشه، لتر عصير رمان فريش، ربع كوبايه عصير ليمون، وربع كوبايه من السكر. ادي المكونات بتاعتنا. هنجيب حله علشان هيغلي معانا ومش هينفع ان انا اعمله في طاسه، فلازم يكون حاجه غويطه علشان لما يبدا ان هو يغلي ما يبداش ان هو يفور على البوتاجاز. يبقى انا هعمل كده، احط معاه السكر. بسم الله. بالشكل ده كده. واروح مدوبه السكر بتاعنا مع عصير الرمان واسيبه على النار. طول ما هو بيغلي، طول ما هو هيطلع لك رغاوي او ريم، الريم اللي على الوش ده لازم يتشال اول باول. بنسيبه يغلي على النار، دوبنا معاه مع اللتر كميه السكر بتاعته، يفضل ان هو يغلي ويطلع ريم، هيغلي ويطلع ريم، هيغلي ويطلع ريم، هيبقى يتكثف ويبدا يقل ويبدا يتقل معاكي. طيب مجرد ما يبدا ان هو يوصل للنص، الكميه بتاعته دي توصل للنص، اروح نازله بعصير الليمون. اروح نازله بعصير الليمون. عايزه اقول لكم على حاجه، انا الصبح بالنسبه لي دبس الرمان اللي انا عملناه دوت وشفناه بالشكل ده كده، انا بالنسبه لي كان ممكن اخده في سندوتشات، حسيت ان هو عامل زي المربى. بصوا كده، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا حمدي. طيب نونا، هو ده يدي اكنه مربى، ليه مش زي دبس الرمان اللي احنا بنجيبه من بره؟ اللي بره بيبقى فيه مواد حافظه ومحطوط فيه حاجات بتخليه ان هو يوصل للشكل والقوام اللي حضرتك بتشوفيه، لكن ده دبس رمان على اصوله صافي، ما فيهوش اي مواد كيماويه او ما فيهوش اي مواد حافظه داخله من بره تغير الشكل وتغير اللون وتغير التطعيمه، انت واخداه كده صافي، تبداي ان انت تستخدميه في اي وصفه حضرتك عايزاها. فاهو على النار هسيبه يغلي، كل الريم ما يطلع تبداي تشيليه علشان ما يبقاش موجود فيه ويحمضه، يوصل للنص انزل بالليمون واسيبه يغلي تاني لحد ما هتلاقي اللون بتاعه اتغير، وهتلاقي اللون بتاعه اغمق بالشكل ده كده، وهيطلع معاكي زي الفل. تعالى قبل ما نطلع فاصل يا حمدي، نفتح كده على، بسم الله. بصوا بصي يا حمدي، اما بعمل كده واعمل كده وتلم، يبقى هو كده لسه ما استواش، لازم الخط يبقى ثابت. يعني لما اعمل كده وادام لمت كده يبقى لسه ما استواش، ابدا ان انا اغطيه واسيبه تاني، لازم الخط اللي في النص ده يفضل موجود. مجرد ما الخط اللي في النص ده يفضل موجود، الجنبين ما يلموش على بعض كده، ابدا في المرحله ديت انزل بالعسل النحل. فكده هنسيبه شوية كمان. الدبس الرمان عندنا على النار هيبدأ يغلي، وأول ما الريم ما يطلع منه نبدأ إن احنا نشيله قبل ما نحط عصير الليمون، أهو حاطينه قدامه. يلا بينا نطلع فاصل، ونرجع من الفاصل لسه عندنا مايونيز من غير بيض ببطاطساية مهروسة وبكوباية حليب، ومعانا كمان صوص البيتزا الخطير اللي بنجيبه من بره بالشيء الفلاني. تعالوا هنشوف مع بعض بيتعمل ازاي، ونتكلم على البيتزا بتتعمل ازاي عشان تطلع زي بتاعت بره بالظبط وأحلى كمان من إيديكم. خليكم مستنيين شوية وراجعين مع نونا والبلدي. ورجعنا بعد الفاصل، تعالوا بقى اوريكم حاجه. ناس كتير كلمتني على عجينه البيتزا وازاي ان انا اعملها وافرزها. بصوا المنظر ده، ده اللي انا بتكلم فيه على طول. يا جماعه لما نيجي نعمل بيتزا ما ينفعش ان احنا نحط العجينه ونحط عليها المكونات ونحطها في الفرن، لازم تتشمع بالشكل ده. ايه ده، دي كده متشمعه؟ اه متشمعه. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي اهي نص تسويه.
يا دوب اتشمعت. ده اللي احنا بنتكلم عليه، ان البيتزا يا جماعه لازم تدخل تتشمع الاول. بسم الله اهي، تتشمع تشم النار حوالي 7-8 دقايق كده، تشم النار وتتشمع معانا، وبعد كده نكمل تسويتها اهي. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. ده اللي انا بتكلم فيه، ان احنا لما نيجي نعمل عجينه بيتزا، والله العظيم حتى لو الاستاندر الاساسي، الاستاندر الاساسي بتاع البيتزا اللي هو ايه، دقيق ورشه ملح وخميره وحبه سكر وميه دافيه اهي، الاستاندر الاساسي ده ممكن يعمل لك اي عجينه في الدنيا. فحته الدبكه اللي احنا عاملينها لعجينه البيتزا، ونفسي اعمل بيتزا وتطلع معايا مظبوطه، نفسي اعمل اصل ما اعرفش العجينه بيبقى طيب. ده اساسي عشان الناس اللي عايز تعمل بيتزا معانا، ده اساسي، دقيق، خميره، سكر، رشه ملح، ميه، اهو دول اساس اي عجينه. طيب ايه اللي انا بقى ممكن بقى اضيفه، او ايه اللي انا ممكن اطعم بيه؟ ان انا احط سنه زيت، او احط سنه زبده، او احط معلقتين مثلا لبن بودر، احط اي حاجه انا بحطها اضافه، احط معلقه زبادي، كل ده بيدي طراوه للعجين وتطعيمه. لكن لو هتعملي حتى بالاساس ده هيطلع معاكي زي الفل. عجناها وركناها تخمر، اتخمرت كويس، مسكتها بعد كده قطعتها على قد الصواني اللي انا هعملها، بعد ما اقطعها سيبها ترتاح حوالي 15 دقايق كمان، ابدا بعد كده افردها في الصينيه، دهنه زيت بسيطه، عايزاها تبقى محمله او عايزاها تبقى مرمله كده زي ما بنجيبها من بره. ناس كتير تيجي تاكلك البيتزا اللي بره تقولك ايه، فارضيه العجينه في حاجه كده محببه، ايه دي؟ ده بيبقى دقيق بسبوسه او سميد، دي السيمولينا، بيرشوا بيدهنوا دهنه الدقيق، يدهنوا دهنه الدقيق، اسفه، دهنه الزيت، ويرشوا رشه الدقيق السيمولينا او دقيق البسبوسه. بصي يا حمدي معايا، بصوا كده بدات تاخد وقت، ما بترجعش بسهوله، معنى كده ان احنا ماشيين في التسويه الصح. نسيبه شويه كمان لحد ما نعمل الخط يبدا ان هو يقف. الناحيه الثانيه دبس الرمان بيغلي، او عصير الرمان بيغلي مع السكر، الريم اللي على الوش ده كله هنبدا ان احنا نشيله. بس تعالوا نكمل موضوع عجينه البيتزا. مسكت صينيه البيتزا، دهنت زيت بسيطه، العجينه بعد ما تخمر تتقطع وتتساب ترتاح. صينيه الدهن دهنت زيت بسيطه، رشه دقيق سيمولينا او دقيق البسبوسه، ابدا ان انا افرد العجينه بتاعتي، ادوس من هنا بايديا كده عشان اعمل حافه او اعمل حرف، والنص ده لازم يتغرز بالشوكه، لازم يتغرز بالشكل ده كده. ليه؟ هتلاقوا اللي في الحرف طالع اهو زي ما انا ما عايزاه، لكن اللي في النص هبطان، علشان لو انا ما غرستش اللي في النص ده بالشوكه هتلاقيه قابب زي اللي على الحروف، وتلاقيه عامل زي العيش. طيب شمعتها 7-8 دقايق في النار، يا دوب اتشمعت. لو حضرتك عايزه تفرزيها بتسيبيها تبرد، وتبداي تجيبي طبق كرتون او طبق من عندك او صينيه، تبداي تحطي بين كل واحده وواحده بتحطي كيس ثلاجه، او بتحطي ورق زبد، وتحطي مثلا 3-4 زي ما انت عايزه، تقفليهم بستريتش، حطيتي في الثلاجه محفوظين عندك زي كده. عايزه تعملي اصغر ما عنديش اي مشكله، دي اهي نص تسويه، بتطلعيها تسيبيها تفك. ولازم الصوص بتاع البيتزا اللي احنا هنعمله دلوقتي وهتشوفي بيتعمل ازاي، لازم يكون بارد، بارد، اوعي تحطيه سخن على العجينه، هيبوشها ويخلي العجينه معاكي تفرول. طيب ده صوص البيتزا اللي معمول، معمول بارد اهو، هنبدا ان احنا نحط كده على البيتزات اللي احنا عاملينها دي ومسويينها نص تسويه. معانا مين؟ نصبح على فاتن، نقول لها صباح الهنا. صباح النور. صباح الجمال على عيون حضرتك، عامله ايه؟ الحمد لله. يا رب تكوني بخير دايما. الحمد لله يا حبيبتي. يا رب يا رب. انا عايزه اقول لك انا بحبك جدا جدا. يسعد لي قلبك. اقول لك حاجه مهمه قوي. قولي. انا بحس انك انت اختي، حد قريب مني. شرف ليا والله العظيم. ربنا يكرمك يا رب ويسعدك. الله يبارك لي في عمرك يا رب، ويرزقك السعاده دايما، ويرزقك الخير. يصلح حالك يا حبيبتي. يا رب يا رب، اللهم امين يا حبيبتي، تسلمين. انا بس بصبح كمان على الكاست اللي معاكي كله. حبيبتي صباحك انا وسعاده، يا رب ما نحرمش منك ابدا. حبيبتي نورتيني، نورتيني يا فاتن، نورتيني يا حبيبتي. يومك حلو زيك يا رب. بصوا كده الصوص بتاع البيتزا عامل ازاي، اللي احنا هتنزل المقادير بتاعته دلوقتي يا حمدي، وهنبدا ان احنا نشتغل فيه علشان يوصل بالشكل ده كده. صوصات البيتزا دي بتتباع اصلا في بطرمانات في السوبر ماركت بالشكل ده،
بنفس الشكل ده، بتبقى جاهزه على الاستخدام على طول. طب انا ليه اعملها او اجيبها من بره غاليه؟ ما انا في ايدي ان انا اعملها في البيت وبطريقه نظيفه، وضامنه ان الصلصه انا اللي عاملاها، وضامنه ان الطماطم انا اللي غسلاها، وابقى يعني قضيت على الوسواس اللي في دماغي بتاع غسيل الطماطم ونظافتها. فاهو ما شاء الله اللهم بارك. والبيتزا قلت لكم طريقتها ازاي، وازاي ان هي تطلع معايا ناجحه وتمام وزي الفل. طيب ادي كده هبدا ان انا اعمل ايه، ترصي بقى البيتزا بتاعتك زي ما انت عايزه، اللي انت عايزاه اعمليه. بواقي التلاجه كلها طلعيها يا ست الكل، هتبقى معاكي زي الفل، و100 فل و14 كريم. ايا كان اللي موجود عندك استخدميه. بالشكل ده كده نصبح على جيهان ونقول لها صباح الهنا. الو جيهان، استاذنك توطي التلفزيون. طيب ماشي حبيبتي، تسلميني. الله يخليك. الله يبارك لي في عمرك واموريني. الله يخليكي يا شيخ نوره، بس الصوت فيه صدى. الصوت فيه صدى عشان حضرتك، حضرتك بتسمعيني من التلفزيون. والله وطيته. سامعاني كده؟ طيب لا بس في صدى لسه. طب اقفلي وكلميني تاني. لا ده انا تاني مره اتصل بحضرتك مش عارف. لا خلاص خليكي معايا بقى ونستحمل مع بعض الصدى بتاع الصوت. الله يخليك يا شيف نونا. حبيبتي نورتيني اموريني. انا كان نفسي اتصل بحضرتك امبارح. حبيبتي الله يسعدك. تعبتي عليا والله جدا من الموقف. ما تصعبش عليك يا غالي، يا رب ما تحرمش منك ابدا. الله يخليك يا جميله، الله يخليكي، ما تزعليش من اي حد. ما تزعليش. ازعل؟ طب انا والله العظيم يعني بصي هقول لك على حاجه، ممكن يكون ربنا، انا خدتها كده ان ربنا عمل حاجه زي كده علشان يحصل الموقف بتاع امبارح ويوريني قد ايه الناس بتحبني وقد ايه ربنا بيحبني عشان يبعت لي الناس اللي تدعي لي دي كلها. انا من متابعينك على فكره، انا دودو بطه. اهلا بيكي. اهلا بيكي. اهلا بيكي يا حبيبي. بصي عندي سؤال يا شيف نونا. اموريني. عندي انا هعمل النهارده دبابيس الفراخ اللي حضرتك قلتي عليها. تمام. بس ما عنديش الباربيكيو، انا لسه واخده الطريقه دلوقتي، بس عندي كميه كاتشب كتيره. حلوه قوي، حطي عليها كرملي سكر وحطي الكاتشب عليها بعد ما يتكرمل. عندي عسل اسود. لا كنت سامعه حضرتك عندي او عسل اسود. اللي عندك موجود اعمليه. قد ايه؟ حطي على مثلا كوبايتين الكاتشب، حطي عليهم كوبايه عسل اسود. طيب. هيطلع معاكي زي الفل، وتبليه ملح وفلفل اسود، ولو عندك بابريكا مدخنه هتبقى حلوه قوي، هتديكي نفس تطعيمه الباربيكيو بالظبط. نورتيني، نورتيني باتصالك، يومك حلو زيك يا رب. عملنا البيتزا بتاعتنا ووريتكم شكلها عامل ازاي، ولو هتفرزوها تعملوها ازاي. يلا بينا نحطها في الفرن ونشوف لما تطلع هتبقى عامله ازاي. صوص البيتزا بقى ممكن ننزله يا حمدي ونشتغل بيه. يلا نزلناه، ممكن ننزله تاني. طيب يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. والله على قلبك زي العسل. صلصة البيتزا، عندنا لتر عصير طماطم، 3 معالق كبار ثوم مفروم، حطيت شوية من الزيت وهنزل بالثوم بالشكل ده، ومش عايزاه ياخد لون، يا دوب يشم النار. معانا ايه كمان؟ معايا ريحان مفروم فريش، معايا زيت اللي هم احنا حطيناه في الأول، معايا زعتر. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا زعتر ناشف ولو فريش ماشي ما فيهاش اي مشكله، ملح وفلفل اسود، حبه الزيت، نزلت بالثوم يا دوب شم النار، هو هنا خد مني لون فيفضل ان هو ما ياخدش معاكم لون عشان عندي الطاسه كانت سخنه قوي. نزلت عليه بالطماطم، انزل عليه بايه؟ ادي الزعتر وادي الريحان، حبه الملح، الفلفل الاسود، ومش عايزه اكتر من كده. واسيبه على النار يغلي ويتقل براحته علشان يوصل للقوام اللي انا وريه لحضراتكم ده. تعالوا اوريه لكم. بصوا ده اللي قدامنا ده اللي بالريحان والزعتر والكلام ده كله هيبقى كده. ادي صلصه البيتزا اهي، او صوص البيتزا اهو، حاجه كده ما شاء الله اللهم بارك، ريحه وطعم وتتبيله تجنن.
واهم حاجه القوام التقيل بتاعها ده عشان ما تسيلش على العجينه. العجينه تبقى بارده او دافيه، او حتى لو هتطلعيها من الفرن تسيبيها دقيقتين ثلاثه كده تهدى بس كده من السخونيه بتاعتها. الصوص يكون بارد ما يبقاش سخن علشان ما يبوشليش العجينه. عجينه البيتزا اتكلمنا عليها وقلنا من الاستاندر الطبيعي او الاستاندر الاساسي بتاع العجينه ممكن نطلع احلى عجينه بيتزا. اهم حاجه طريقه التسويه وطريقه التشميع، ازاي ان انا اشمع البيتزا في الفرن حوالي 7-8 دقائق وارجع بعد كده احط عليها المكونات. هتعمليها بفراخ، هتعمليها بلحمه، هتعمليها ايا كان، الحاجات بتتحط عليها مستويه وبارده. ايا كان اللي هتعملي بيه يبقى مستوي وبارد. ما ينفعش ان انا اعصق فراخ وتكون سخنه او اعصق لحمه وتكون سخنه وارجع بعد كده احطها على عجينه البيتزا يبقى انا ما عملتش حاجه. ومفيش حاجه اسمها ان انا احط اللحمه او الفراخ نيه، مفيش الكلام ده، بيتحط كله مستوي مع الجبن وخلاص. البيتزا اصلا واخده نص تسويه، فمجرد ما بتدخل الفرن خلاص الجبن ساحت، اخرجها بقى انا عندي احلى بيتزايه متشمعه وماسكه نفسها. هل انتوا حاطين في دماغكم ان في المحلات بيعملوا البيتزا وانتوا واقفين؟ مفيش الكلام ده، الا اذا كان بقى ايه الفرن قدامكم شغال قدامكم فلازم ان هو يضطر ان هو يعملها. لكن اغلبيه المحلات بتعملها اللي هي نص تسويه كده. بصوا بنشيل الريم، مش سامعه يا شروق عشان مش متخرمه. شروق بتقول لي في اوقات لما بعمل البيتزا بتبقى من النص مش مستويه عشان مش متخرمه. التخريمه اللي احنا بنعملها دي علشان ان العجينه تستوي كويس وما تقبش وتبقى تخينه عامله زي اكنها فينو، اكنها عامله زي العيش. التخريمه دي انا بخرم النص بس، لكن بسيب الحرف هو اللي عالي علشان يفضل الحرف عالي معايا وقابل كده، واللي في النص هو اللي واخد الحشوه زي ما وريتكم دلوقتي كده. بصوا كده بقى معايا، لا هاتني هاتني في الكاميرا وانا بصلك كده. لا مش شكرا، انت بتشكك فيا. حمدي بيقول لي دلوقتي هو عادي ان احنا نستخدم المعلقه بتاعت صوص البيتزا نحطها في صوص الباربيكيو؟ فدي معلقه صوص البيتزا انا كنت حطاها ورا مع البولات، ودي معلقه صوص الباربيكيو اللي كانت موجوده اصلا على الصينيه. شكرا يا حمدي، لن انسى لك هذا الموقف. ماشي، ما ينفعش ان انا اكون بعمل صوصات كذا صوص وما ينفعش ان انا احط المعلقه دي قصاد دي. بصوا بقى ادي كده صوص الباربيكيو اهو، اعمل كده واجي في النص. شايفين؟ شايفين؟ بدا يبطأ قوي، بياخد وقت عشان يلم. بصوا بياخد وقت علشان يلم، ما بقاش زي الاول. اهو انا بقى المرحله دي اللي انا عايزاها، لما اعمل كده كده اهو شايفين؟ ده اللي بينزل، ده اللي انا مكوماه. لكن هنا بص يا حمدي ملمش على بعض، في فراغ اهو واضح. في اللحظه دي راح عامله كده. بالمنظر ده نزلنا بالعسل الابيض على الصلصه، وابدا ان انا بص بقى شكله دلوقتي هيعمل ازاي. ارجع واقول بص اللون بتاعه يا حمدي، شفت اللون بتاعه عمل ازاي مجرد ما نزلنا بالعسل؟ اعمل ايه يا حمدي بقى دلوقتي؟ يلا بينا نشيل من على النار. ليه عملت كده؟ وليه استنيت لما الطماطم وصلت لتسويه معينه ورحت حاطه العسل وشلتها من على النار؟ علشان انا ما ينفعش اسيب العسل مده على النار، او ما ينفعش ان انا احطه على النار اساسا. ليه؟ عشان الفوائد بتاعته هتتكسر، نسبه الحديد اللي فيها تتكسر، مش هيبقى ليها اي فايده. فانا عايزه استفيد بحته حبه العسل اللي انا حطيتهم مع الصوص اللي انا عاملاه. بص يا حمدي شايفين اللون اتغير، القوام في لحظه اتغير. بصوا الصوص تقل عن الاول،
لونه اغمق بقى عامل زي الباربيكيو. الاول كان لونه تحس ان هو لون الطماطم محمر شويه، لا بصوا كده المنظر كده بقى عندي صوص باربيكيو تحفه. تعالوا ندوق كده الملح بتاعه اخباره ايه، وخلوا بالكم ولاحظوا ان انا في كل حاجه قبل ما بحط المعلقه في الصوص اللي انا عاملاه لازم انشفها كويس. بسم الله. يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا نهار ابيض، ايه ده؟ تطعيمه التدخينه نفسها يا الله. يلا بينا، انا عايزه اوريك كمان اللي في الفرن عشان نطلعه. يلا 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 يلا، بص كده يا حمدي، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. طلعنا اللي تحت فوق وحطيت البيتزا التانية، وادي اللي طلعناها اهي بسم الله ما شاء الله عليها. صوص البيتزا نفسه ريحته تحفه تحفه تحفه، اللي هو اللي احنا عاملينه ده شايفين؟ بصوا المنظر عامل ازاي، بسم الله ما شاء الله عليه. دبس الرمان معانا على النار، كل ما يطلع ريم هنشيله. صوص البيتزا معانا على النار لازم يتقل ويتسبك جامد جدا عشان يديني نفس القوام اللي انا موريه لحضراتكم ده. وعملنا الباربيكيو صوص وعملناه مع بعض في الحلقه اهو، ووريتكم شكله عامل ازاي. يلا بينا نطلع فاصل ونرجع من الفاصل، عندنا احلى وافضل طريقه للمايونيز وارخص طريقه للمايونيز من غير بيض. انا عن نفسي كانون اعوذ بالله من كلمه، انا ما بحبش المايونيز ببيض، ما بطيقهوش، فعلشان كده دايما بعمل التاني ده مريح وتطعيمته حلوه قوي، موفر جدا وبيديني كميه قد كده. على حسب البطاطس اللي انتوا هتعملوها هتعرفوا كل التفاصيل دي بعد الفاصل، خليكم مستنيين شويه وراجعين مع نونا والبرازيوكا. ادي الباربيكيو اللي احنا لسه عاملينه مع بعض، ما خدش مننا وقت، اللي خليني اقدر اعمله في الحلقه ممكن انتوا تعملوه اسهل من كده كمان. حاجه كده بسم الله ما شاء الله عليه. نرد هنا على صوص البيتزا، بصوا كل ده هيتشرب معايا، بصوا لسه لسه خالص على النار اهو. الناحيه الثانيه دبس الرمان اخباره ايه؟ ماشي يا بحر، بصوا كده بنبدا ان احنا، بص يا حمدي بنشيل الريم كده، وعايزه اقول لكم ان الكميه وصلت للنص. بص كمان كده يا حمدي، بص اللون، بص يا حمدي اللون، اللون اغمق عن الاول خالص، اللون اغمق عن الاول خالص. في اللحظه دي اعمل ايه؟ اروح ماسكه عصير الليمون منزلاه واسيبه على النار. بص كده، بص ده لسه لما يتحط كده لسه على النار شويه كمان واحنا مهديين عليه، وهتشوف شكله عامل ازاي. يلا بينا نخرج البيتزايه اللي في الفرن الثالثه، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. امان كده بالنسبه لك، نشيل دول كده. يبقى ادي دبس الرمان، وادي صوص البيتزا في زيهم على النار، وادي الباربيكيو صوص، وده اللي عملناه في الحلقه. نيجي بقى نعمل ايه دلوقتي؟ هنبدا نعمل صوص المايونيز من غير بيض خالص. محتاجه بطاطس مهروسه قوي، بطاطس مهروسه قوي او مسلوقه قوي، يعني نسلق البطاطس قوي نقطعها مكعبات عشان عايزاها تشرب ميه، ما نسلقهاش بقشرها.
نقطعها مكعبات ونسلقها في ميه بملح عشان تطلع مهروسه خالص كده، او تطلع ان هي مسلوقه خالص كده. عندي ايه كمان؟ نص كيلو بطاطس مسلوقه، معايا ست فصوص ثوم مفرومين، نص لتر حليب، والنص لتر ده انا ممكن اخده كله ممكن ما اخدوش، زيت ذره، والزيت ده اخر حاجه هننزل بيها، معلقتين سكر وملح، ولا هنحط فلفل اسود ولا فلفل ابيض ولا الكلام ده كله خالص. هبدا اعمل ايه دلوقتي؟ نعم يا حمد، هعمل ايه؟ همسك كده البطاطس، معاها التوم، يعني الناس اللي ما بتحبش المايونيز التوم بتاعه يبقى زاعق تحط تقلل شويه. حطينا التوم، حطينا السكر، شويه الخل، شويه الملح، وخلوا بالكم ان البطاطس اصلا وهي مسلوقه فيها ملح. عايزه تحطي فلفل ابيض حطي، لكن اسود لا. واروح حاطه حبه من الحليب، ومش كتير اهو، يعني حوالي نص كوبايه، واضرب ده كله، عايزاه ناعم جدا 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 جدا، ما يبقاش فيه فتفوته كده واضحه من البطاطس. بسم الله. نشوف ونشوف هي محتاجه ان هي تتضرب تاني او لا. عايزه تتضرب مع سنه شويه حليب. بصوا القوام بتاعها كده عامل ازاي، ندوق كده. بصوا طعمها حلو قوي، التوم حامي او زاعق فيها شويه، بس انا حاسه ان انا لسه ما تحولتش المايونيز، باكل بطاطس بتوم بحليب بطعمها تحفه جدا، لكن انا محتاجه ان هي تتحول لمايونيز، فانا هحط الاول كده حبه من الحليب واضربها تاني عشان عايزاها ناعمه خالص، وهنشوف بعد كده هتوصل للخليط بتاع المايونيز ازاي. بسم الله. ده الخليط اللي انا عايزاه. طبعا انت هتقولوا لي بتسحبي معلقه قد كده، مش بتسحبي معلقه كده، ما ينفعش. نعم، لا انا خلصت، ما ينفعش ان انا احط معلقه وادوق بيها وارجع ارجعها تاني، ما ينفعش. بص كده يا حمدي. طب حاضر، ثانيه واحده بس. بص كده، شايفين ده كده مايونيز؟ لا لسه. امال هيبقى مايونيز امتى؟ هيبقى مايونيز لما ارجع من الفاصل. هنقف لحد المرحله دي ونرجع من الفاصل، نحول حبه بطاطس مهروسه بشويه حليب وفص ثوم وشويه ملح ومعلقه سكر لمايونيز من غير بيض. خليكم مستنيين شويه وراجعين مع نونا والبلدي وكري. زي ما حضراتكم شايفين كده، بصوا المنظر، شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. حبه صوص بيتزا
يستاهلوا بقكم. شايفين الشكل عامل ازاي؟ متطعمه وهايله هايله هايله. نشيل كده تبرد وتهدى معاكم، ونبدا ان احنا نعبيها في البطرمان. دبس الرمان حطينا عليه الليمون ونسيبه شويه، وبرده تشيلوا الريم من عليه. نيجي بقى نكمل المايونيز بتاعنا. وريتكم الشكل بتاعه عامل ازاي والقوام بتاعه عامل ازاي، وقلت لكم هحطه على حطه ايدي، يعني هسيبه على حطه ايديكم كده، مش همد ايدي فيه الا لما ترجعوا، عشان احنا كل ده لسه عاملين بطاطس بالحليب، حليب وتوم وملح. عايزه تحطي فلفل ابيض حطي، ما عنديش اي مشكله. بصوا كده تاني، بصوا كده يا حمد كده، لسه ما تحولش لايه، ما تحولش لمايونيز. احوله المايونيز ازاي يا نونا؟ الخلاط غطيت قفل، اشيل الغطا اللي فوق، امسك في ايديا زيت ذره، اشغل الخلاط وانزل سرسوب رفيع، وتعالوا مع بعض نشوف. طبعا اوعوا تنسوا شكل شكل الخليط اللي انا لسه موريه لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الريحه مش قادره اقول لكم، انا حاسه ان في بطرمان مايونيز انا اللي حاطاه جوه وعماله مشغله عليه. طيب نعمل كده، وخليكم فاكرين الشكل اللي انا لسه مورياه لكم، ونجيب دي كده، وتعالى يا حمدي نسمي بالله ونصلي على النبي في قلبنا عليها افضل الصلاه والسلام، ونشوف نتيجه المايونيز من غير بيض ببطاطسايه وبشويه حليب. بسم الله. بصي يا حمدي معايا، الله أكبر، اللهم بارك، اللهم صل على النبي. شايف المنظر؟ شايف الشكل عامل ازاي؟ بطرمان مايونيز بيتفضى. حد يصدق ان ده معمول من بطاطسايه وشويه حليب؟ اوعى. ولما تعمليه في البيت ما تعرفيش ولادك انت عاملاه بايه، عشان احنا عندنا ولادنا يعني ربنا يهديهم ويصلح حالهم، عندهم حاجه اسمها عقده الخواجه. ايه ده انت عاملاه في البيت؟ لا، حتى لو هو ما يفرقش عن طعم اللي بره حاجه، والله العظيم يطلعوا لك فيه قطط الفقر. لا لا لا، عارفه لو، عارفه لو وجوزك بقى، مع انك بتبقى موفره له ومش مخلياه ان هو يدفع فلوس كتير، لا بس ما ظبطش معاكي. بس المايونيز بره ليه طعم تاني كده، وليه هيبه حقيقه في عينك. هو انت دقت ده؟ طب يا جماعة اللي بيتكلم دلوقتي أحمد مصطفى، لا لا دلوقتي بيقول ده حقيقة، على إن أنا بقول الرجالة بتقعد تقول لستاتها ده بيفرق بره الطعم وبره بيبقى أحلى. أنا بعد الفاصل بقى، بعد الحلقة ما تخلص، أنا هصور لكم أحمد مصطفى وهو بيدوق المايونيز اللي أنا عاملاه، وهنزل لكم الفيديو على صفحتي، وهحلفه على المصحف الأول إن هو يقول رأيه بصراحة، علشان بعد كده لما ام كمال تعمل له المايونيز في البيت يبقى يقول لها لا اللي بره احلى. بص يا حمدي، ما هو لو طلع بره احلى يبقى انا وقفتي دي ملهاش لازمه، صح ولا ايه؟ ده انا هزعل. واح حرمش منك يا حمدي. بص كده، شايفين المنظر عامل ازاي؟ من غير بيض، بطاطسايه وشويه حليب وشويه توم صغيرين عشان ما يبقاش زاعق معاكي، وحبه سكر وشويه ملح. عايزه تحطي فلفل ابيض حطي، مش عايزه تحطي ما تحطيش. الشروق بتقول لي ينفع نحط توم بودر بدل التوم العادي؟ لا. الله، ليه لا؟ التوم البودر مهما تحطي منه ما بيبقاش بتطعيمه التوم ده، التوم ده بتبقى حاسه بطعمه اكتر. فعايزه تحبي ان يعني عايزه التوم يكون اخف شويه او طعمه ما يبقاش زاعق شويه، ممكن تقللي كميه التوم لكن ما تحطيش توم باودر. انا مبسوطه بالحلقه جدا. صوص البيتزا اهو، الله هو اكبر، الله هو اكبر، اللهم بارك. بصوا المنظر، عملناه مع البيتزا بتاعتنا، وقلت لكم ازاي تعملوا البيتزا عشان تطلع معاكم زي بتاعت بره، بيوصل للشكل ده بعد كده اهو المنظر ده، يبرد معاكوا تبداوا تحطوه في بطرمان، وبعد ما تحطوه في بطرمان تحطوا على الوش حبه زيت،
لو عامله كميه وعايزه تحفظيها في الثلاجه تملي البطرمان بعد الصوص البيتزا ما يهدى ويبرد خالص، البطرمان يكون متعقم، حطي حبه زيت في الارضيه وحطي الصوص، وبعد كده هتروحي حاطه حبه زيت على الوش، هيقعد معاكي من الشهر للشهر او على حسب استخدامك. ده كده كده تاني كده عفوا كده. الحلقه بتاعت الصوصات الحادقه خلصت، عملنا صوص الباربيكيو، عملنا صوص دبس الرمان، وعملنا صوص البيتزا، وعملنا كمان المايونيز من غير بيض. حاجه سهله جدا وبسيطه، وان شاء الله باذن الله تبقى موفره وتطلع معاكم جميله، وتسلم ايديكم على كل اللي بتعملوه. دي كانت حلقتنا النهارده، اتمنى تكون عجبتكم ونالت رضاكم. عملنا الحادق، فاضل الحلو. بكره يديني ويديكم العمر ان شاء الله باذن الله عندنا الصوصات الحلوه. هنعمل ايه؟ استنى عشان كاتباهم على التليفون. هنعمل ايه بكره؟ اولا هنعمل الحليب المكثف، هنعمله في البيت. العلبه بره وصلت للشيء الفلاني، فحرام ان احنا نجيبها اصلا، واللي بتعملوه بطريقتي افضل بكتير ما شاء الله. شيفات الحلو اللي معانا في المطبخ لما عملوا الحليب المكثف بطريقتي قالوا لي طريقته وتطعيمته احلى بكتير من اللي بيجيبيه من بره، اللهم لك الحمد والشكر يا رب. طيب عندنا بكره في حلقه بكره يديني ويديكوا العون، عندنا الحليب المكثف، وعندنا كمان صوص الجبنه اللي هو بيتحط على السلمون من فوق، وعندنا كمان بسم الله، وعندنا كمان صوص الشوكولاته الاقتصادي. عندنا ثلاث صوصات بكره ما ينفعش ان حد يستغنى عنهم، سواء الحليب المكثف بيخش في وصفات كتير، مش عايزه تدخليه في وصفات. انا ساعات بعمل كيك ولو عندي حليب مكثف شايله في الثلاجه ببدا ان انا اطعم بيه الكيكه اللي انا عاملاها، بيدي تطعيمها حلو قوي. الصوصات الحادقه خلصت، فاضل الصوصات الحلوه ان شاء الله، علشان كده يبقى كملنا باقي اسبوع المصنعات. ربنا يرضيكم ويرضيكم دايما بالخير، ويرزقكم السعاده دايما، ويجعل الحب في اعماركم، اللهم امين. دي كانت حلقتنا، اسيبكم بقى بخير واشوفكم على خير. بتجدد لقائنا بكره الصبح الساعه 10 صباحا، واللي فاتوا اي حاجه من حلقتنا النهارده بيتابعها الساعه 9:30 بالليل ان شاء الله في العاده. واللي عايز مستعجل على الوصفات وعايز يبدا ان هو يعملها هيدخل على صفحاتنا على السوشيال ميديا، سواء الانستجرام او الفيسبوك او اليوتيوب، علشان يشوفها بسرعه قبل الاعاده بالليل، عشان يلحق ان هو يعملها ان شاء الله باذن الله. دايما عندكم الخير، اسيبكم بخير واشوفكم بخير، واقول لكم السلام عليكم.